طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول، تجديد أمريكي حول بقاء قوات التحالف في العراق. وفي المحور الثاني نناقش استمرار المظاهرات في كردستان، والحديث عن تشكيل حكومة جديدة بدعم من العبادي. فاصل ونعود إليكم. جدد نائب قائد التحالف الدولي فيليكس جيدني تأكيده بقاء قوات التحالف في العراق، مؤكدا أن الحرب ضد تنظيم الدولة لم تنتهي بعد. وقال جيدني أن قوات التحالف في العراق ستظل في الوقت الراهن على وضعها الحالي بغرض تقديم الدعم للقوات الحكومية التي تحتاج إليها بحسب جيدني. وأضاف أن أي تغيير مستقبلي في تلك المهام مرهون بإلحاق الهزيمة الكاملة بالتنظيم. نتابع هذا التقرير. في العراق معركة انتهت ومرحلة جديدة من المعارك بدأت بحسب التحالف الدولي في العراق هذا الأخير، الذي يؤكد أن تنظيم الدولة لم ينتهي بعد، وهو ما يتطلب بحسب نائب قائد التحالف الدولي فيليكس جيدني بقاء قواته لمدة طويلة لحين الانتهاء من التنظيم بشكل كامل. تصريحات تأتي بشكل متوازن مع تسريبات من صحيفة USA Today عن محادثات مكثفة بين بغداد وواشنطن حول تمديد وجود القوات الأمريكية في العراق، والتي يبلغ قوامها اليوم أكثر من 5500 جندي أمريكي. توجه تقول الصحيفة إنه يأتي لتلافي تكرار أحداث عام 2011، عندما أعلن الرئيس السابق باراك أوباما انسحاباً للقوات الأمريكية من العراق، لتنسحب بعد أعوام ثلاثة القوات الحكومية من عدة مناطق، فاتحة المجال لتنظيم الدولة ليسيطر على مساحة واسعة من البلاد. لكن مع انجلاء غبار المعارك في الموصل وإعلان العبادي نصراً، سقطت من بيانه عمداً أو سهواً مشاركة البشمرجة في صناعته. تفسير أبلغ لهذا البقاء الأمريكي في العراق لتمنع وقوع الأسوأ الذي بشرت به عدة تقارير دولية، وهو ما يظهر حالياً في الصراع الدائر بين حكومة العبادي وإلى جانبها ميليشيا الحشد وبين أربيل التي فشلت بقرار استفتائها. ليبقى استمرار الأزمات والتصدعات والصراعات في المنطقة الدجاجة التي تبيض ذهباً لواشنطن الطامحة بدورها إعادة إحكام قبضتها العسكرية مرة أخرى، وأنشأت قواعد جديدة على الحدود بين العراق وسوريا والأردن بذريعة قطع الطريق أمام خط الوصل الإيراني، وهو إجراء يؤكد المراقبون أنه كان مدفوع الثمن مسبقاً وبالتنسيق مع إيران ذاتها، تمهيداً لإحراز هذا النصر على تنظيم الدولة بأقل التكاليف والترويج له، وهي التي لا ترى عين رئيسها دونالد ترامب إلا القوة العسكرية ودولار لابتزاز المنطقة. ولمناقشة المحور الأول ينضم إلينا اللواء الركن ماجد القيسي المحلل السياسي من بغداد، والعميد الركن خليل الطائي المحلل العسكري والأمني في مركز الأمة للدراسات والتطوير من بغداد أيضاً، فمرحباً بكما معنا. أبدأ معك اللواء الركن ماجد القيسي المحلل السياسي من بغداد. من الناحية العسكرية، كيف تقرأ ما جاء في تصريح نائب قائد التحالف جيدني حول بقاء القوات الأمريكية في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. التصريح هو ليس بجديد. التصريح ليس بجديد. نعم. تجديد التصريح. نعم. منذ زمن. نعم يعني من حيث المضمون، داب القادة الأمريكان بوقت طويل على التلويح ببقاء القوات الأمريكية في العراق بعد القضاء على تنظيم داعش في العراق. الحقيقة تنظيم داعش من الوجهة العسكرية أنه هناك له مسارين، المسار العسكري والمسار الأمني. المسار العسكري قد انتهى لهذا التنظيم باحتلال المدن والأراضي. بقى المسار الأمني وهو الأخطر والمهم، حيث توزع التنظيم هذا، تحول من بنية تنظيمية هرمية صلبة يمتلك كان قيادة تخطط بالعمليات، يتحول إلى بنية سرية يعني سوف يعمل
على أسلوب جديد وباستراتيجية جديدة ليتحول إلى خلايا نائمة وإلى مجاميع في الصحراء ويشكل تهديد خطير على المدن العراقية والقرى والقصبات وكذلك على القوى العراقية. التنظيم انتهى من الناحية العسكرية ولكن من الناحية الوجودية لم ينتهي، ولهذا واشنطن أو القوات الأمريكية تسعى للقضاء على هذا التنظيم نهائيا، ولكن القضاء على هذا التنظيم ليس فقط بواسطة العمليات الأمنية الاستباقية أو الاستخبارية، لهذا التنظيم وجوه عديدة، وجوه فكرية، وجوه أمنية، ولهذا يجب أن تحدد القوات العراقية وتحديدا الحكومة أيضا مسارات القضاء على هذا التنظيم من الفكرية ومن الثقافية والسياسية والاجتماعية واقتصادية. من الناحية العسكرية التنظيم انتهى، ولكن القوات الأمريكية باقية، واستراتيجية أوباما سابقا والتي طورها ترامب لاحقا، حيث كلنا نعرف أن جانب الأيسر من مدينة الموصل قد استعيد من قبل القوات العراقية في عهد الديمقراطي أوباما، والجانب الأيمن من الموصل قد استعيد في عهد الجمهوري ترامب. القوات الأمريكية اليوم متواجدة على الأرض العراقية وفي بعض القواعد لغرض تقديم المشورة والتدريب والمعلومات والاستخبارات، وكذلك الدعم الجوي للقوات العراقية التي الآن تحولت إلى الاستراتيجية الأمنية، وهي مطالبة ما تبقى من عناصر تنظيم داعش في الصحراء وفي المناطق النائية. لذا القوات الأمريكية لم تعلن لحد الآن القضاء على هذا التنظيم رسميا، ونحن نعرف أن القوات الأمريكية جاءت إلى العراق بالتطوير عام 2001 و2002 وبتخويل محدود آنذاك عام 2014 شهر أيلول من قبل الكونغرس، وكذلك بطلب من الحكومة العراقية لمساعدتها في القضاء على هذا التنظيم. نعم. العميد ركن خليل الطائي المحلل العسكري والأمني، كيف تحلل ما قاله الجنرال فيليكس جيدني عندما قال بأن الحرب على داعش في العراق لم تنتهي بعد، وأن القوات العراقية ما زالت بحاجة إلى مزيد من العمل لضمان هزيمة التنظيم بشكل كامل؟ أخي دكتور عمر وضيفك الكريم، أخي هناك حقيقة واضحة لا يمكن تجاهلها، وهي أن أمريكا جاءت للعراق لغرض الاحتلال ولا يوجد في حساباتها الخروج منه، وإن اضطر سابقا في أواخر عام 2011 للهروب منه نتيجة خسائرها الكبيرة أمام المقاومة العراقية، لكنها سرعان ما عادت تحت أسلوبة محاربة الإرهاب. وفق هذا المفهوم وضعت أمريكا استراتيجيتها اللي اتسمت بالتجديد والتنوع في الأدوات والآليات وبحسب المكان وظرف السائل. لذلك تصريح نائب قائد قوات التحالف فيليكس جيدني في جانبين، الأول يؤكد عدم مصداقية بيان العبادي في 9 كانون الأول ديسمبر الحالي الخاص بالنصر على تنظيم الدولة. لذلك اليوم رأينا العباد تصريح مساء اليوم تسارع للقول بأن المعركة القادمة ستكون استخبارية وأمنية، بعد أن قال سمحت جميع المعارك وسننتقل لمعركة محاربة الفساد. هذا جانب. الجانب الثاني أن بقاء القوات الأمريكية العسكرية في العراق غير محدد وقت، ولذلك جاء هذا التصريح تعزيز الاستراتيجية العسكرية الأمريكية التي أكدها ترامب مؤخرا في استراتيجية الأمن القومي، وهي فرض سلام هنا بين قوسين أضع السلام بين مستويين، أما بالخضوع طوعا أو بالاتباع كرها. وهذا يفسر لنا أن واشنطن هي من تفرض الشروط لبقاء قواتها في تلك المنطقة أو هذه ومنها العراق. إذن بقاء القوات الأمريكية في العراق هو أمر حقيقي ميداني واضح لا يمكن تجاهله، وليس مرتبط بقرار خاص بسلطة المنطقة الخضراء. أيضا أخي كريم، وفق هذا المفهوم
وهذه الاستراتيجية الأمريكية، أمريكا هنا تتعاون مع ملالي طهران لتوظيف الإرهاب، مفردة الإرهاب، وتستحدث الأدوات لضمان نجاح مشاريعهم في المنطقة، ولكن ضمن الشروط الأمريكية هنالك خط أحمر مرسوم لطهران أن تتحرك على الأرض. نعم هي تستغلها هنا وهناك في توسعة وتنشئة الميليشيات الطائفية لديها، لكن أمريكا تراقب وتتصرف وفق هذه التحركات، وعليه دائما تستمر في تعزيز قواتها في المنطقة. وهناك تحذيرات ودلالات عديدة تبين نية القوات الأمريكية البقاء، البقاء الطويل الأمد في العراق، منها تعدد قواتها، عديد قواتها المستمر بالزياد، وأيضا إعادة تأهيد القواعد الجوية والعسكرية والميزانية العسكرية المخصصة لقواتها في حالة تدايب. كل هذا يشير أن الولايات المتحدة لن ترحل من العراق في ظل وجود هذا النظام الهجين الطائف. نعم. اللواء الركن ماجد القيسي، يعني بقاء القوات الأمريكية في هذا الوقت هو لعدم تكرار الخطأ الذي ارتكبته إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كما تتحدث طبعا المصادر الأمريكية. برأيك ما هي المكاسب العسكرية التي تحققها واشنطن بإبقاء قواتها في العراق؟ الحقيقة القوات العراقية معلوم أنه هناك استراتيجية أو اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا التي عقدت عام 2008 بموجبها انسحبت القوات الأمريكية نهاية عام 2011. هذه العلاقة بالنسبة للعراق يعتبر الحليف أحد الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية. بقاء القواعد الأمريكية في العراق هي نتيجة للوضع الأمني العراقي الذي مر به بعد خروج هذه القوات عام 2011 إلى 2014، والاستمر بعد هذه المدة لعمليات القضاء على تنظيم داعش في المناطق الحضرية. ولهذا القوات الأمريكية بقاها في العراق في قواعد معينة ومحدودة، وغير صحيح ما يشاع أنه هناك 13 قاعدة أو 10 قواعد. القواعد الأمريكية المحصولة في العراق هي معروفة في البغدادي وفي القيارة وفي قاعدة بلد لتشغيل الطائرات التشكيل وغيرها، هو في التاجي لعمليات التدريب والاستشارة. القوات الأمريكية وقعها في العراق بموجب اتفاقية رسمية بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هذا البقاء يضمن لها أيضا، احنا نعرف جميعا أن هناك صراع الهيمنة في هذه المنطقة بينها وبين إيران. إيران لديها نفوذ في المنطقة، في سوريا، في العراق، في بعض المناطق أخرى. وهذا الصراع انعكس على دول المنطقة، مما أصبحت هذه البلدان هي بلدان ساحات صراع. هذا النفوذ الإيراني أو محاولة أمريكا للهيمنة على المنطقة. قواعد الأمريكية اليوم في العراق تقدم فقط الاستشارة والدعم الجوي مثل ما قلت، إضافة إلى بعض المعلومات والاستخبارات. المعركة القادمة معركة استخبارية، معركة ضد تنظيمات، ضد تنظيم تحول إلى بنية سرية أيضا مثل ما ذكرت، وهذا يتطلب جهود. وكذلك كان دعم هناك على الأرض سيادة اللواء، كان هناك دعم على الأرض من خلال المدفعية الثقيلة الأمريكية. نعم هذا هو موجود، كان هناك دعم، وذلك لأنه المؤسسة العسكرية العراقية كانت غير مكتملة البناء. عندما غادرت العراق، عندما انسحبت أمريكا من العراق عام 2011، تركت خلفها مؤسسة عسكرية غير مكتملة. ولهذا عندما جاءت عام 2014 في أيلول احتاج العراق إلى هذا الدعم، وخصوصا دعم الجو والدعم المدفعي. ولكن هناك، هذا هو ليس ترخيم لعدد، ليس ترخيم للقوات الأمريكية، حيث أن القوات الأمريكية وقانون الكونغرس نو بوت أول لاند، يعني ليس هناك ترخيم تواجد كبير على الأرض سواء كان في العراق وحتى في سوريا، فقط في نطاق محدود. وهذا تقويل قوة إلى الرئيس
الأمريكي من قبل الكونغرس وما يسمى بتقويض الكونغرس. ولهذا القوات الأمريكية قدمت هذا الدعم، ده قدمت دعم بسناد ماري من خلال المدفعية المتواجدة مع المستشارين العسكريين، وقدمت الإسناد الجوي. حاليا القوات العراقية أيضا بحاجة إلى 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 جهود أكثر، وخصوصا احنا نعرف انه الحرب على الارهاق تتطلب تقنيات، تتطلب معدات، تتطلب الى مراقبه، وهذه اليوم القوات العراقيه غير مكتمله في البناء. ولهذا القوات الامريكيه المتواجده في العراق تقدم هذه المتطلبات او هذه الحاجات للقوات العراقيه. القوات العراقيه عام 2016 هناك استراتيجيه أعلن عنها، وهي استراتيجية إعادة بناء المؤسسة العسكرية، وستساهم بشكل كبير أمريكا في هذا الموضوع من ناحية تطوير القدرات الجوية والاستخبارية والقدرات البرية والتسليحية واللوجستية للجيش العراقي. العميد ركن خليل الطائي، يعني كيف يمكن قراءة بين ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استراتيجيته للأمن القومي قبل أيام إلى مواجهة وهزيمة ما أسماه الإرهاب الإسلامي المتشدد وأيديولوجيته ومنع انتشاره في الولايات المتحدة، وبين تجديد والمحادثات ما بين الحكومة وما بين الإدارة الأمريكية حول إبقاء القوات الأمريكية في العراق؟ أخي، أمريكا تتلاعب بمفردة الإرهاب، واستراتيجية ترامب للأمن القومي هي ضمان السلام بالقوة. لذلك استراتيجية أمريكا هي في أول أولوياتها هي من تحدد للإرهاب والمجرم وأسلوب التعامل معه، وليس هنالك تعريف واضح أو بين لمفردة الإرهاب. ولهذا نرى أنه أمريكا ومجلس الأمن أيضا الذي تقوده أمريكا سعوا لوضع تعريف الإرهاب تعريف مبهم لكي تحاول أن توظف هذه المفردة وفق مصالحها ومشاريعها. اليوم الجميع يتكلم عن الإرهاب ولكن ليس هنالك تعريف واضح. الإرهاب بنظر أمريكا كل من يخالف استراتيجيتها في المنطقة، ولذلك نراها تتصرف في العراق مع النظام الذي جاءت به بعد الاحتلال كل القوى المناهضة لهذه السلطة الطائفية في المنطقة الخضراء على أنهم إرهابيين، على العكس ما يحدث في سوريا ونظام بشار، على الرغم من هناك تعاون بينه وبين روسيا. إذن أمريكا وفق استراتيجية اللي أعلنها ترامب هي تختار العدو المناسب لتنتصر به مفردة الإرهاب وأسلوب معالجة سواء في القوة العسكرية أو الاقتصادية وهكذا، هنا لديها عدة طرق. أما بخصوص أن هنالك إبرام اتفاقية بين بغداد والولايات المتحدة، أخي هذه كذبة أراد أن يسوق لها الأمريكان. لا يوجد هنالك أي إبرام اتفاقية بين سلطة بغداد والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة ببقاء القوات الأمريكية، لأن جميعنا يعرف أن الاتفاقيات تبرم بين الدول ذات السيادة الكاملة، والعراق منذ عام 2003 ولايتنا هذا فاقد السياسة. لذلك ما يجري هي شروط وقرارات أمريكية تفرض على سلطة المنطقة الخضراء لغرض تنفيذها. إذا لا يوجد هنالك اتفاق ولا يجوز أن يسمى بقاء القوات الأمريكية وفق الاتفاق أو اتفاقية كما يروج لها الأحزاب الطائفية الموجودة في العراق جميعها شيعيتها وسنيتها وكردية، لأن هناك اتفاقية أمن بين أمريكا والعراق. ابدا لا توجد هذه الاتفاقيه، بل هي شروط واستراتيجيه امريكيه ليس على المنطقه الخضراء الا تنفيذها والسير فيها. الجميع يعرف اخي الكريم ان العراق لا يزال محتل، ومن يريد ان يوهم نفسه بان العراق خرج من الاحتلال وان امريكا جاءت لمحاربه تنظيم الدوله الذي جاء في 2014 وغيرها 2014 وغيرها، كل هذه اكاذيب وأوهام يريد لها أن تروج بقاء أكثر للقوات الأمريكية. كما قلنا العراق لا يزال محتل من قبل القوات الأمريكية، وشاركوا في هذا الاحتلال على الأرض القوات الإيرانية. اليوم القوات الأمريكية من يقول أنها لن تشارك في ما يسمى في معارك العراق؟
في الموصل اخي الكريم، نعم. الظاهرات الامريكيه والمدفع الامريكي هي من حسمت المعركه، وجميعنا يعرف ان هذا العنصرين القوه الجويه والمدفعيه هي من عناصر المعركه المهمه. ليس سابقا كنا في المعارك التقليديه نقول انه القوات البريه تمثل، اليوم المعركه الحديثه وفي حرب مع كما حدث في الموصل وفلوجه وغيرها، نعم، هذه تسمى بالمفهوم العسكري المعارك الخاصه، اي تم حسمها بتدمير المدن بالكامل. اذا امريكا هي المشارك الرئيسي في الحرب في الموصل وفي المحافظات العراقيه الاخرى، وهي من حسمت المعركه، ولا يوجد هنالك فضل بما يسمى بالجيش العراقي اللي هو عباره عن تشكيل ميليشياوي جاءت فيه طهران وسجل فيه الميليشيات من خلاله ليكون تحت مسمى المؤسسات في الجيش العراقي. نعم، اللواء ماجد القيسي، يعني كذلك في الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي هناك ثلاثة أنواع من التحديات كما وضعت، تتمثل في القوى الساعية لتغيير النظام العالمي كالصين وروسيا، والأنظمة المارقة كما أسمتها ككوريا الشمالية وإيران، ومجموعات ناشطة لأعمالها تأثير دولي كداعش. هل برأيك تسعى واشنطن إلى مواجهة التحدي الإيراني كما جاء في استراتيجيتها من خلال إبقاء القوات الأمريكية في العراق؟ الحقيقة علينا قبل الإجابة على السؤال علينا أن نفهم الاستراتيجية الأمريكية. الاستراتيجية الأمريكية تسمى بالاستراتيجية الشاملة. هذه الاستراتيجية تنبثق من عندها استراتيجيات تخصصية، استراتيجية عسكرية واستراتيجية سياسية ودبلوماسية، إضافة إلى مسار ومقاربة استخبارية ومعلوماتية. بالنسبة للاستراتيجية العسكرية مثل ما ذكرت أيضا، وعلينا مراجعة الاتفاقات السابقة وما قاله القادة الأمريكيون سواء كان عسكريا أو سياسيا، وما قاله القادة العسكريون العراقيون والسياسيون. الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على أولا على قوات محلية، هاي واحد. ثانيا تعتمد على عدم تضخيم القوات الأمريكية فيما عدا ما يخص تقديم الدعم الناري والإسناد الجوي والدعم اللوجستي والاستشارة والتدريب والاستخبارات. هاي اثنين. ثلاثة، بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية هي فقط لمقاتلة أو التنظيمات المتطرفة في المنطقة، سواء كان تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش أو ما ينبثق عنه مستقبلا. ولهذا هذه الاستراتيجية إن اكتملت الاستراتيجية العسكرية ستتحول إلى استراتيجية سياسية ودبلوماسية. هذه الاستراتيجية السياسية والدبلوماسية هي نعرف أن الفوضى السياسية في المنطقة دائما تنتج عنها ظهور جماعات متطرفة فيها، لأنه تعتاش على الفوضى السياسية، تعتاش على الاضطرابات في المنطقة. مثلا الأزمة السورية أنتجت كثير من التنظيمات المتطرفة بما فيها تنظيم داعش، علما ان زعيم هذا التنظيم هو عراقي، نعم هذا معروف، ولكن الازمه السوريه، الاضطرابات السياسيه التي كانت قبل عام 2014 في العراق، كل هذه العوامل تؤدي الى انتاج جماعات متطرفه، اضافه الى الوضع الاقتصادي، اضافه الى الفساد، اضافه الى كثير من العوامل. إذا الاستراتيجيه الامريكيه استراتيجيه شامله ولكنها تحتاج الى وقت. نعم. القوات العراقية هي من حسمت، عزيزي خلينا نكون واضحين، أنا يعني لا أتكلم، يعني أنا لا أعتبر أنها طرف ولا طرف، يعني نعم. الاستراتيجية العسكرية أو استراتيجية العمليات التي اعتمدتها القوات العراقية للقضاء على تنظيم داعش، نعم بمساعدة التحالف وخصوصا في مجال الإسناد الجوي وبعض من القوات المتواجدة على الأرض خلال تقديم الاستشارة والتدريب، ولكن من حسم المعركة هي القوات البرية العراقية، من قاتل على الأرض هي قوات عراقية، من قاتل تنظيم داعش هي قوات عراقية. وهنا نعرف أن الإسناد الجوي الذي تقدمه الولايات المتحدة هو عوامل مساعدة لتحقيق النصر، وليس هناك معركة جوية في العالم حسمت معركة، وخصوصا حين نتكلم عن نمط جديد أو نمط مستحدث من الحروب، وهو الحروب اللامتناظرة بين جيش ولا جيش، بين تنظيمات غير مؤسساتية غير دولتية، وبين جيوش.
نمط هذه الحرب مختلف، تكتيكات هذه الحرب مختلفة، أساليب هذه الحرب مختلفة. حرب لا يمكن لأي جيش في العالم من خوضها بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية باعتراف الجميع، وإحنا شاهدنا عام 2006 عام 2005 عندما كانت تواجد القوات الأمريكية بكل ثقلها العسكري والاستخباري ومن خلفه الثقل السياسي والاقتصادي لم تستطع تحقيق شيء على الأرض، لأنه واجه حرب، حرب إصابات، حرب غير متناظرة، حرب لا متناظرة، حرب غير تقليدية، ولهذا احتاجت إلى إلى أبناء البلد، احتاجت إلى الصحوات، احتاجت إلى أهالي المناطق التي كان يتواجد بها التنظيم. نعم معروف. إذن هذا نمط، هذا الحرب يختلف كليا عن نمط الحروب السابقة. إذن الاستراتيجية العسكرية فيما يخص العلاقات يعني او خصوصا الامريكا دائما ومنذ عام 79 او 80 ومن خلال 39 سنه الفاضل، لو نشاهد ان هناك توتر في العلاقات الايرانيه الامريكيه، وكانت تصنف ايران على انها دوله مارقه ودوله من ضمن محور الشر كما كانت تصنف العراق ومع كوريا، ولهذا العلاقات الامريكيه الايرانيه منذ 39 عام وهي متوترة وتصعيد في التهديد بوتيرة التهديد، لكن لا تصل إلى درجة الحرب أو الصدام المسلح على الأرض. نعم سيادة اللواء. نقاتل على الأرض بالإنابة. مفهوم. يعني حتى نستثمر الوقت. العميد الركن خليل الطائي، كيف تقرأ تصريح المتحدث الأمريكي باسم التحالف الدولي عندما قال بأنه لا يتوقع اعتداء من قبل الحشد تجاه قوات التحالف، وبين بأن هناك فصائل معينة ضمن الحشد قد تشكل قلقا، ولكن الحشد ككل لا يعتبر تهديدا للتحالف؟ وطبعا يعني هناك انتشار لميليشيات الحشد اليوم على الحدود العراقية السورية، كيف تقرأ هذا التصريح؟ أخي، أمريكا هي من مهدت الجغرافيا لنشوء وتغول هذا المكون الطائفي الهجين المتعدد الآباء، فهي من رعته ودربته وسلحته وتفقدت جرحاه وتغاضت عن جرائمه، بل شجعت ما يسمى بالبرلمان العراقي لإصدار قانون لحمايته وتبرير جرائمه. فالحشد ما يسمى بالحشد الشعبي هو من يقاتل بالوتال عن إيران وبالاستعابة عن أمريكا. طالما موجود هذا الحشد هو ستبقى حالة اللا استقرار الأمني والعسكري في العراق. ولذلك تحاول أمريكا أن ترعى هذا المكون الهجين للحفاظ على حالة اللا استقرار الأمني والمجتمعي لتنفيذ مشروعها، وأهم نقطة في مشروعها هو بقاء الطويل الأمن. إذن أمريكا منتفعة من هذا التشكيل الهجين الميليشيا الحشد وبقائه، ولن يوجد وقلنا سابقا أي تصادم بينهم وبين ميليشيا الحشد. وما يصدر هنا وهناك بأن النجباء إرهابية وابو مهدي المهندسة، كل هذا هو ذر الرماد في العيون. نعم، ولغرض الترويج الإعلامي. الحقيقة ميليشيات الحشد هو ذراع إيراني، وأمريكا مستفادة من ذراع لغرض ضمان بقائها في المنطقة، ولا توجد هنالك أي مفردة في الإرهاب. فلماذا إذن يعني يصفون تنظيم الدولة بالإرهاب ولا يصفون ميليشيا الحشد بالإرهاب؟ للأسف انتهى وقت المحور الأول. العميد ركن خليل الطائي، المحلل العسكري والأمني في مركز الأمة للدراسات والتطوير، واللواء الركن ماجد القيسي كان معنا، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. قالت صحيفة العرب الجديد إن التظاهرات في كردستان العراق تجددت بالرغم من تحريك حكومة أربيل
لوساطات مختلفة من أجل إخمال التظاهرات بسبب حساسية الوضع الحالي مع بغداد. كما كشفت مصادر سياسية للصحيفة عن تواصل العبادي مع قيادات حزبية كردية لبحث مسألة تشكيل حكومة مؤقتة في أربيل بدلاً عن الحالية. نتابع هذا التقرير. على الأرض لم يتغير شيء، فالتظاهرات في كردستان العراق ما زالت مستمرة حتى الساعة للمطالبة بالإصلاح وتحسين الوضع المعيشي ودفع الرواتب، بالرغم من كل الجهود التي تبذلها الحكومة في أربيل من أجل إخماد التوتر. فصحيفة العربي الجديد تحدثت عن وساطات قبلية ودينية تقوم بها حكومة نجرفان برزاني بهدف إقناع المتظاهرين بتجميد تحركاتهم ولو مؤقتا بسبب حساسية الوضع الحالي بين أربيل وبغداد. فثمة من يصف في كردستان دخول حكومة حيدر العبادي على خط الأزمة بالصيد في الماء العكر. موقف الحكومة الاتحادية لحد الآن حيال إقليم كردستان موقف ناتج عن نشوة نصر لا أكثر. سيد حيدر العبادي لحد الآن جميع تصريحاته لا تصب في صالح العملية والحوار مع الإقليم. السيد حيدر العبادي يتعامل مع الإقليم مع الأسف بنشوة النصر لا أكثر، لحد الآن كل ما يعد به لم يطبقه. أحزاب كردية عديدة تتوافق مع هذا الرأي وترى في تلميح العبادي بإرسال قوات حكومية تحت عنوان حماية المتظاهرين مآرب أخرى، ولا سيما أن حكومته هي المتسبب بهذه الأزمة من وجهة نظرهم. إحنا محتاجين بهذا الوقت حل الأزمة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان لحل مشاكل الرواتب ولحل إدارة الأزمة. ربما لكلام هؤلاء ما يفسره، فأوساط سياسية كشفت للصحيفة نفسها عن تواصل العبادي مع قيادات حزبية كردية لبحث مسألة تشكيل حكومة مؤقتة بدلاً عن الحالية، تكون مدعومة من بغداد وترفع الإجراءات العقابية عنها وتتوصل معها إلى حل سياسي سريع. فحركة التغيير على ما يبدو ترحب بأي ضغوطات على أربيل لحل أزمة الصراع. تدخل الحكومة العراقية من ناحية الضغوطات، من ناحية دولية، من ناحية الاقتصادية أيضا، من ناحية السياسية، من نواحي كثيرة وليس فقط من ناحية العسكرية. لكن بعيدا عن هذا وذاك، هناك من يتخوف من تطور الأمور بين أربيل وبغداد إلى ما لا يحمد عقباه عقب تحركات عسكرية أخرى تقوم بها القوات الحكومية نحو فيشخبور، وعليه تنشط أطراف دولية ومحلية على خط الدخول في الحوار على الأقل فيما يتعلق بإدارة المنافذ البرية والمناطق المتنازع عليها. ولمناقشة المحور الثاني ينضم إلينا عبد السلام برواري أستاذ العلوم السياسية من أربيل وصلاح الدين محمود الناشط السياسي من أربيل أيضا، فمرحبا بكما معنا. أبدأ معك أستاذ عبد السلام برواري، كيف تقرأ استمرار المظاهرات في مناطق كردستان العراق؟ أولا المظاهرات خفت بعد تدخل قوى الأمن، المظاهرات خفت، وهذا سيناريو شاهدناه أكثر من مرة يعني في 2011-2015 تطالب جهة سياسية بمطالب تعجيزية تهدد بتحريك الشارع ويتم تحريك الشارع وسرعان ما تتحول إلى أعمال تخريبية وفوضى ويتم حرق المقرات الحزبية. هذه المرة كان هناك حرق لمباني حكومية أيضا. ومثلا في كويسنجاخ تم إتلاف رشيف المدينة الذي يعود إلى 300 سنة، وفي داقوق تم هدم المتحف وإلى آخره. لذلك الأمر بدأ واضح أنه لا علاقة له لا بالأزمة الاقتصادية ولا بالمطالب التي كانت تتذرع وراءها، وكما حدث سابقا سوف تهدأ ويبقى فقط هؤلاء هذه الأرواح التي راحت هدرا، ولا أحد من الجماهير التي أعطت أصواتها لهذه القوى التي تقف وراء هذه الأعمال يحافظ ساكنا أو يفكر ما كان الغرض من هذا، ما هو الهدف السياسي الذي تحقق. ولكن هناك أحلام في بغداد وفي طهران بأن هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار الحكومة وتستغل الفرصة، ومع الأسف هناك أصوات نشاز من الكرد أيضا يطالبون بل يلومون العبادي بأنه لم يرفض القوات المسلحة. وحتى العبادي تكلم بكلام غير دستوري عندما قال لن نقف وإلى آخره، في الوقت الذي الدستور العراقي
صريح جدا بأن الأقليم هو الذي يتولى أمور الأمن الداخلي. نعم سوف نأتي نتحدث عن هذه الجزئية بالتفصيل. يعني هذا قراءتي. نعم. هاي قراءتي. نعم. أستاذ صلاح الدين، هل ترى بأن حكومة كردستان العراق بالفعل عاجزة عن توفير الرواتب الشهرية للمعلمين والمدرسين؟ أولا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. والتعليق على المظاهرات أخي الفاضل، يعني فقط لو تسمح لي. نعم. المظاهرات حكومة أقليم كردستان تعترف بها كحق طبيعي وحق دستوري، والحقيقة المظاهرات يمكن أن ينظر لها كحالة صحية، ولكن أنا أتفق مع الأخ عبد السلام. نعم. أن هذه المظاهرات وإن كانت من ناحية المبدأ مقبولة، إلا أن لدينا كل الحق أن نشف في مصداقية القائمين عليها. نعم. مع احترامنا لأبناء الشعب الكردي الذي عبر عن صوته، والحقيقة الكارثة التي حلت لكردستان تستحق أن نتظاهر وتستحق أن نبدي الرأي والرأي الآخر. نعم. ولكن الشخص الذي تقوم بإدارة وقيادة هذه المظاهرات الكثير منها مشبوهة، وهناك ما يكفي من القرائن وربما الدلائل. نعم. على أنها مظاهرات مدفوعة في الثمن ومظاهرات لا تخدم كردستان ولا شعب كردستان في هذا الوضع وفي هذه الصيغة. نعم. مسألة عجز حكومة أقليم كردستان عن دفع الرواتب، يعني أولا ربما نعطي بعض المبررات. نعم. ولكن طبعا هناك خطأ مبدئي وأصولي وقع به حكومة أقليم كردستان في تناولها للوضع الاقتصادي منذ البداية وإلى الآن. وربما يتفق مع الأخ عبد السلام ويختلف، ولكن حكومة أقليم كردستان اعتمدت على الاقتصاد الاستهلاكي. نعم. وعلى اقتصاد الربح السريع مع وجود كمية ليست بالقليلة من الفساد. كنا نعتقد ونطمح أن تقود حكومة أقليم كردستان مشروع اقتصادي تستفيد منه من الإمكانيات الهائلة لأقليم كردستان. نعم. إن كانت إمكانيات زراعية أو ما ينتج عنها من صناعية أو حتى سياحة، ولكن للأسف الشديد هذا لم يحصل، واعتمدت حكومة أقليم كردستان على بشكل رئيسي على النفط وعلى قطاع العقارات. نعم. ومعظم هذه العقارات هي تبنى من شركات أجنبية أصلاً. نعم. وبنت ونعم نمت وحلت مشكلة، نحن لسنا مبدئياً في الاستثمار في الإسكان، ولكن أن يقتصر الاستثمار على الإسكان وعلى النفط، أنا أعتقد هذا أعطى المقدمات الكافية لكي تفشل حكومة أقليم كردستان أن تدعم موظفيها، إضافة إلى قوائم. نعم. الموظفين وتحويل الشعب الكردي إلى شعب يعتمد على الميزانية ويعتمد على ما يصدق المالكية والعبادي، في الوقت الذي أقليم كردستان لديه الإمكانية أن يعيش أهله وربما يفضل على غيره. نعم أستاذ صلاح الدين. نعم. أعود إليك أستاذ عبد السلام برواري، يعني هناك حديث عن تواصل العبادي مع قيادات حزبية كردية في مباحثات سرية في بغداد لبحث مسألة تشكيل حكومة مؤقتة في أربيل بدلا عن الحالية. طبعا من الناحية القانونية والدستورية كما أشرت أنت قبل قليل، لا يحق للحكومة الاتحادية تشكيل حكومة جديدة في كردستان العراق. كيف تقرأ هذه المحاولات من قبل حكومة العبادي لتشكيل حكومة جديدة في كردستان العراق؟ اسمح لي والله إذا علق فيه خطير جدا على قدرة الحكومة وعدم قدرتها على الرواتب. أنا كنت عضو برلمان وناقشنا الميزانية 3 سنوات، فما كنت في موقع أعرض قدرة كيف الأمور. الكثير في كردستان يتهمون حكومة كردستان بأنها في الفترة التي كان هناك مبالغ، كانت هناك مبالغ كبيرة لم تحسب حساب مشاريع إلى آخره. بالمعلومات وللتأريخ، الحكومة العراقية منذ 2003 تعاملت مع الإقليم تعامل ثلث، بمعنى أي ثلث يرسل إلى بغداد قبل أن إلى أربيل قبل أن يسلمون ميزانية الشهر المقبل كانوا يحاسبون على آخر سنة. لذلك كان غير الممكن أن تدخر الحكومة أو توفر مبالغ لإنشاء مشاريع كبيرة.
هذا هو السبب في عدم قدرة الإقليم على أن ينشئ مواد مصادر واردات أخرى، إضافة إلى هذا الشيء الهائل من الموظفين والذين يسلمون رواتب بحيث كانت تستنزف 70% من الميزانية. هذه حقيقة تاريخية وليس رأيي، وهو هذا السبب. أنا لا أدافع عن الحكومة ولست الحمد لله موظف في الحكومة. أقول هذا الذي يقوم به العبادي في الحقيقة يعود إلى عصر الحرب الباردة، عندما كان حزب الدعوة والأحزاب السياسية خارج النظام، أو كما حدث مثلا في سوريا أو مكان آخر، عندما لا يكون هناك وجود لحكومة شرعية، عندها تقوم المعارضة موجودة خارج النظام السياسي بتشكيل حكومة إنقاذ وما يسميه. الحكومة الحالية هي حكومة منتخبة، كل هذه الأحزاب أو العناصر الموجودة في بغداد من محسوبين على هذه الأحزاب والذين يطالبون بتشكيل حكومة، ما الذي يمنع ليأتوا في البرلمان وليحصلوا على 51% زائد واحد وصوتوا ضد هذه الحكومة؟ ولكن هذه أحزاب محلية صغيرة جدا، لديها عناصر معروفة في بغداد هي أكثر عنصرية ضد الكرد من الكرد نفسهم، والعبادي أصلا بهذا التصرف يثبت أنه لا يعطي الشعب العراقي أي قيمة. ما هو السند الذي يدفعه لأن يشكل حكومة من عنده في بغداد؟ هذا ليس الحكم الذاتي في صدام، يقوم هناك دستور، هناك برلمان، هناك انتخابات، هناك قوانين في كردستان. لذلك هذا يكشف أن إيران والحكومة العراقية في الحقيقة حتى إذا لم تستطع أنا أن أثبت بأنهم هم الذين يحركون هذه الأمور، فهم يحلمون بأن يتمكنوا من إسقاط الحكومة الشرعية في كردستان على أمل أن يتواجد متواطئون معهم في منطقة بالذات منطقة السليمانية وينسلخون من الإقليم. هذه مؤامرة كبيرة، هذا خطر على الشعب العراقي كله، لأن ما يحدث هنا حدث قبلها في الرمادي، حدث في الموصل، وهذه السياسات الخاطئة التي كان المالكي يتعامل فيها مع السنة هي التي أوجدت الأرضية لقبول داعش. لذلك هذه المحاولات مرفوضة ولا يمكن له أن يقوم بذلك. وهؤلاء الساسة المحليون في السليمانية هذا ديدنهم في الحقيقة، ولم يتمكنوا في محاولتين في البرلمان من إسقاط هذه الحكومة. وإذا كانوا فعلا يدعون بأن الشعب يؤيدهم أو إلى آخره، هناك انتخابات بعد 3 أشهر فليثبتوا للجميع بأن الشعب يعطيهم ثقة. ولكنها أحزاب دولية صغيرة عاجزة عن تحقيق أي هدف، سواء كانت مشاركة في السلطة كما كانت في السنوات الأربعة الأخيرة أو كانت معارضة. لديها ما تقدمه. أستاذ صلاح الدين، أعود إليك أستاذ عبد السلام. أستاذ صلاح الدين، هل برأيك تحاول بالفعل حكومة حيدر العبادي زعزعة الأوضاع أكثر في كردستان العراق؟ نعم أخي فاضل، أولا للأسف لم أسمع بداء يعني تعليق الأخ عبد السلام بسبب الصوت، ولكن نعم أخي فاضل، العبادي هو آخر من يثق به الشعب الكردي، العبادي ومن في مشروع العبادي، لأنه أنا أعتقد أن حكومة بغداد تقود مشروع إقليمي وليس مشروع وطني. والعبادي وأسلاف العبادي أثبتوا منذ اليوم الأول أنهم أرباب مشروع إقليمي، وليسوا في معرض الوصول إلى اتفاق لا مع الكرد ولا مع العرب السنة ولا مع أي طرف آخر، بل هم كانوا منذ اليوم الأول في معرض إخضاع كل الأطراف الأخرى العراقية إلى حكومة مركزية تأخذ أوامرها من إيران. أنا هنا أيضا أضع لوم آخر على حكومة إقليم كردستان وعلى ممثلي حكومة إقليم كردستان في برلمان بغداد، أنهم للأسف الشديد رغم كل الدلائل التي ظهرت منذ اليوم الأول لإبراهيم الجعفري عندما ألغى كلمة الفدرالية من القتل، ثم تلتها كل الأعمال الكبرى من إلغاء وجود الكرد في الجيش العراقي، من عدم حل قضية المادة 140، من عدم حل قضية مع كردستان، من قانون الانتخابات في الحكومة، من قانون الانتخابات في العراق، كل هذه الضربات الموجعة وجهت من قبل حكومة بغداد إلى أقليم كردستان وإلى شعب كردستان، وللأسف الشديد وفود الكرد نذهب إلى بغداد لتعود بنفس الكريشة
المزعجة والتي تكررت أننا سنحل كل الأمور بالحل بالسلم وأن هناك لجنة تشكلت. نعم. الأستاذ صلاح الدين محمود الناشط السياسي من أربيل والأستاذ عبد السلام برواري أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.